صباح الخير أصدقائي، أنا أعتذر لأنه صار هواية ما مسجل فيديو، وأني أشكر كلكم، كلكم أشكركم الحقيقة، لأنه الكل دا يسألون علي ويقولوا لي أبو جعفر ريد فيديو، أبو جعفر ريد فيديو. بصراحة أكو عدة ظروف خلتني ما أسوي فيديوهات، بس هسه إحنا حاليا الآن بالقاهرة وراح أشوفكم القاهرة ومعالم القاهرة الشعبية فقط. أني جاي ويا جروب راح يروحون مكانات أني اختاريت، أكو مكانات شعبية أحب أروح لها، وخليكم ويانا وليتس جو. من الصبح أني طلعت، والقاهرة طبعا مدينة مكتظة بالسكان وكلش مزدحمة، وأحلى عسكري وقفنا في مكان ممنوع وتسهل معانا حبيبي، الرب يباركك. الله يبارك لك، الله يسلمك. أهلا بيك سوق خان الخليلي، بعد اللي هسه منفتح، وأني جاي من الصبح، من وقت أنا اليوم قاعد. القاهرة مدينة أصيلة وعريقة وقديمة، كلها آثار. أصلي بنت طبيعي، عنده سادة وعنده فرعون. صحيح، هو شغلهم كويس. 450 فرعون. شغلهم كويس. 450. لو أخذت اثنين هديك سعر كويس فيه. شكرا. أحسبك 1300. شكرا صديق. يعني هنا أنا من تريد تشتري من فد شخص تعجز، يعني تعجز إنه يقول له أنا ما أريد وكذا. ينزق لك. احنا يم سيدنا الحسين هذا الميدان، سيدنا الحسين خلفي هذا المسجد كبير ومسيج، يفتح وقت الصلاة. هنا مطاعم، هاي المطاعم تعتمد برزقهم فقط على الأجانب اللي يجون. الأجانب هنا من يجون جروبات، كل جروب يكون باصات كبيرة، وافضل ما يكون انه في شرطه هنا حمايه، مثل ما تشوفون هذا الشرطي اللي يرتدي ملابس بيضاء، هذول شرطه، يعني فشيء يخليك انه انت تطمن. هاي الباصات اللي تجي توقف هنا وحمايه الشرطه، ينزلون هنا وياخذونهم وياهم، يكون دليل سياحي ياخذهم ويدخل بيهم بالسوق، لو من هنا لو او من هذا الطريق. ولا نزال بهاي الساحه نفتر ونسجل بعض المشاهد. هنا أنا ما أقدر أسجل يعني، ولا أقدر أحكي، لأنه الناس تجي وتلتم علي، صعب، كلش صعب التسجيل. أنا أعتذر الصوت مو صافي، لأنه المايكات اللي عندي ضاعن بالطيارة، وحاولت أشتري ما قدرت. أحد الأشخاص هنا عنده هاي البسطية، قال أنا ما مستفتح، ما أعرف شو اشتريت منها، وقال لي خليك هنا إذا أشتغل أنا وياه، فتحت هاي البسطية نبيع حاجات. هاي بعض المشاهد من السوق والبضاعة اللي يبيعونها. من الملاحظ انه الشعب المصري يعني جدا حبابين، دمهم خفيف مثل ما يقولون، ناس بسطاء ويرحبون بالواحد، لكنه الامر الصعب انه انت ما تقدر تمشي من، انا ذكرته باللقطة اللي قبل هاي، ما تقدر تسجل الفيديو، من تسجل الفيديو يعني راح يشلبون بيك، يعرفون بيك لربما انه انت مو من ابن البلد، ويحاولون يبيعوا لك فد اغراض يعني غصبا عليك. صدق اكو شيء انا اشتريته ما محتاجها، لانه هو يعني شاب خطيه وقال لي انا ما مستفتح وما اعرف شو المهم يعني، فاشتريت من عنده وحتى ما عملته، قلت ليش هاي طيته فلوس راسا، خطيه يعني عشان تشجيع. فهنا هاي الاغراض مالتهم، هذا يبيع، اكو واحد هنا يبيع دفوف ويبيع عود، وواحد يبيع صور مال عبد الحليم، بس هو اكثر شيء هاي هنا يبيعون ملابس، يعني اصور بالشورجه وموجوده، يمكن هسه همينة صارت حتى بالمحافظات، قبل كانت بس بالشورجه. فهنا انا اشوف هذول اللي قدامي يعني الثنيه الشياب، دول اجانب والقدامهم همينة ايضا اجانب. اكثر شيء هنا الناس يجون شفته اني من ايطاليا، ليش؟ لانه كلهم دول يعني الناس الشباب اللي شايلين غراض واهل المحلات يصيحوا لي يحكون وياي بالايطالي، عبالي ماني ايطالي، لانه اكو جروب جاي. هاي صوره عبد الحليم حلوه، ردت اشتريها بس هم ما تقدر تشتري من عندهم بصراحه، هواي اشياء ردت اشتريها بس صعبه، كلش صعبه تشتري من عندهم، يعني الا تكون مضطر، وما اعرف يعني التعامل صعب وياهم، يعني الحاجه هي اذا ب 100 جنيه يقول لك ب 500، انت ايش قد ما تعطيه هو راح يبيع لك اياها، هاي وحده يعني فارق السعر. بعدين اكو اشياء تريد تشوفها انت، تريد تسالها مثلا هاي الجنط اريد اشوفهن، اريد اقلبهن، لربما اشتري بس ما اقدر اعامله عليها، ولا اقدر اوقف يمي ولا اقدر اقلبها، لان سعر لازم يبيع لي، ما بيها مجال.
قبل سنة اجيت انا هنا واكو مطعم هنا مال ابو عنتر اكلت يمه كفتة. الحقيقة عنده فد كفتة يعني رهيبة رهيبة، فد طعم كلش طيب. هو هنا بهاي المنطقة انا متأكد، ادور عليه بلكي القاه وخليكم وياي وبلكي انتم هم تلقونه. يعني تقولين شو اي يعني هذا ابو عنتر، مطعم ابو عنتر لقيناك اطيب كفتة واحسن من المحلات الراقية. اكو مطاعم راقية بس ما يسوون مثل هذا اللحم، يسوي طريقة يعني باللحم وفد شيء فد شيء يعني اللحم ماله كلش طيب. هذا الولد هنا ابو البسطية سألني قال لي رايح فين عاوز ايه، قلت له معود على ابو عنتر انا جاي، قال لي تفضل. قلنا هنا المطعم ابو عنتر اطيب مأكولات واطيب مشويات، ما بدل الزمن الموبايل المطعم ماله صحيح صغير لكنه الاكل ماله جدا ضيق، وهذه الفتحه مالته لما حد عاوز يدخل للمحل لازم هو يوسع له الطريق ويصعد فوق وياكل وهناك فوق. وهاي اللحمه اللي عنده يعني. اللحمه طعمها ما تنسى، من سنتين انا اكلت هنا ما نسيت طعم، او سنه ونص سنه ونص. احلى كفته من ابو عنتر، طعمها يخبر. وهذا منظر الفندق اللي ساكنين فيه من بعيد، رحت ادور على مايك اريد اشتريه، مشيت هواية ولقيت مايك الحقيقة، وبس تصرف مكان معزل وهم ما ياخذون دولار لازم يردون جنيه مصري. واخر شي تعبت حيل يعني، مشيت هواية، مشيت اليوم رجلي وجعني. هذا الفندق رجعت له صار الدنيا ليل، واني طلعت من الفندق كانت الشمس عالية يعني. فخل اشوفكم هذا المدخل مال الفندق، خليكم ويانا ولزقوا، تعبان ما بيها حيل احجي. حلو الفندق، ضخم كلش كبير بعدد غرف، يعني ما اعرف كم غرفة فيه. انا ساكن بطابق السادس، راح نتوجه للمصعد بهذا. طبعا اكو قضايا امنيه تفتيش هوايه بمصر، شو رجال الامن يحيطون بينا يعني وين ما نمشي هم ويانا. اتذكر انه الباص، كل باص سياحي يدخل المصر بجروب جايين سياحه لمصر يعينوا لهم حراس امن ويا الباص وين ما يتنقل ويحمونهم، يحمون الباص اثناء المسير ماله، ومن ينزلون ايضا من الباص همينا نفس الشيء يعني يكون وياهم يرافقهم ضابط مسلح، ضابط امن يعني مدني لابس مو عسكري، وعندهم سلاح يعني هاي الغداره زغيره مخليها جوا ملابسه ويرتدي يلبس قاط. وهذا الطابق السادس تعب تشوف صار بيه. وصلنا للطابق السادس ولازم ننزل ونروح للغرفة، وكل ما أصعد هنا أنا بهذا الطابق يعني أنسى الغرفة، هي الناس صير بالأخير نتذكر بالأخير. لقيت هاي اللي بصفنا 1609، نعم هي أخير وحدة هناك 612، هذا مخرج الطوارئ بصفي، وهاي 612 وتنفتح بالكارت. طبعا هذا الكارت لازم اخليه هنا، انا اكو الى مكان يلا تنفتح العضوية وينفتح التبريد اللي بيها. وخلي اشوفكم الفيو مالتها، البالكوني ما بيها بالكوني بس بيها شباك من هنا على هاي المنطقة القاهرة بالليل كلش حلوة. حلوة القاهرة بالليل ما تنام يعني، هاي جوا الفندق اكو مطاعم ويشربون بيها نرجيلة، حتى صاحوا علي يعني وحدة من البنات اللي تشتغل هناك صاحت علي قالت تعال شرفنا اقعد اشرب حاجة. تحياتي لكم، لهنا انتهى الفيديو مالتنا، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم.